وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، بتوفيق من الله سبحانه وتعالى نكون في هذا اليوم في غرة محرم في سنة 40 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في وقفات مع لامية أبي طالب. هذه القصيدة المشهورة الواردة في كتب السير والتأريخ. وقبل أن نبدأ في ثنايا المحاضرة، أود أن أشير أولا إلى الأسباب والدوافع التي دعت إلى إقامة هذه الوقفات مع هذه القصيدة الشعرية. فأولا، أي الدافع الأول، معرفة الأحداث التي كانت سببا في إنشاد هذه القصيدة. ثانيا، معرفة ما تضمنت هذه القصيدة من كلمات ندرك منها شيئا من حقائق التوحيد وحقيقة الشرك بالله سبحانه وتعالى، وشيئا من أسباب العداوة التي وقعت على النبي صلى الله عليه وسلم من قومه. ثالثا، الوقوف على القصيدة بمنظور أهل السنة والجماعة، بخلاف من وقف عليها من أهل البدع، وأكثرهم الرافضة. أكثر شروحات هذه القصيدة من الروافض. والمسألة دي لأسباب، يعني اهتمامهم بهذه القصيدة كان لأسباب، منها اعتقادهم إسلام أبي طالب لما جاء في هذه القصيدة من عبارات في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم والثناء عليه، فهم يعتقدون إسلام أبي طالب. لماذا؟ لأنه في اعتقادهم هذا من ما يمتدح به علي رضي الله عنه، وأيضا لما فيها من الثناء على آل البيت، ونحن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائل، وغيرها من الأبيات اللي فيها المدح لبني هاشم وبني المطلب آل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، رابعا، التنبيه على أهمية تعاطي الأدب العربي، أي طالب العلم لا بد أن يكون له حظ من قراءة الأدب والشعر وعلم البيان والبلاغة، لما في ذلك من الفائدة لطالب العلم في لسانه وفي عموم سلوكه. فإن الأدب العربي مشحون ومليء بخلاصة ثقافة العرب وما فيها من الصفات النبيلة والخصال الشريفة. ولهذا جاء قول الشافعي رحمه الله تعالى، قال: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل قدره، ومن نظر في الحساب جذل رأيه،
ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحديث قويت حجته، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. والشاهد منا من نظر في اللغة رق طبعه، استفاد منها الطبع الجميل والخصال الزاكية. طيب، ثانيا مرجعية القصيدة. ذكر هذه القصيدة ابن هشام في السيرة مجلد الأول صفحة 272، ونقلها عنه الإمام محمد ابن عبد الوهاب في مختصر السيرة صفحة 96، وأيضا ابن كثير في البداية والنهاية مجلد الرابع صفحة 135، وذكرها ابن القيم أو أشار إليها في زاد المعاد. وهو يرى أن بداية القصيدة البيت: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجل. وأيضا امتدح القصيدة وذكر مناسبتها، وأيضا ذكرها ابن إسحاق وابن سعد في الطبقات والأموي وغيرهم، وأشار إليها العلامة ابن عثيمين من المعاصرين وشيخنا الشيخ محمد ابن هادي وغيرهم من أهل العلم المعاصرين أشاروا إليها، وبعضهم أشار إلى البيت: وأبيض يستسغى الغمام بوجهه. الأبيض معناه الكريم النزيه، والعرب تستخدم كلمة الأبيض لزاك الخصال والإنسان رفيع المقام. قال: وأبيض يستسغى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، أي بيحمي الأرامل، يبقى لهم عاصم من الحاجة إلى غيرهم. فاستشهدوا بهذا البيت. ولما استسقى أحد الأعراب بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه، قال: اللهم أغثنا، فنزل المطر قبل أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر. فبعد أن نزل المطر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو رأى هذا أبو طالب لأقر عينه، لو رأى هذا أبو طالب لأقر عينه. وقال: من ينشدني أبيات أبي طالب؟ فقال علي: أنا. قال: لعلك تقصد يا رسول الله: وأبيض يستسغى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاف من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضل. طيب، فإذا القصيدة يا أخواننا ثابتة عند أهل التأريخ لما نقلها ابن هشام، وبدأ بقوله: ولما رأيت القوم لا ود فيهم، بدأ من هذا البيت، عفوا بدأ قبل بيتين بعد أن انتهى من القصيدة، قال: هذا ما صح لي منها. وأكثر أهل العلم بالشعر أو وغيره من أهل العلم بالشعر ينكر أكثرها، ولكن اللي نقل ابن هشام هو ما صح منها. وقال ابن كثير في هذه القصيدة، قال: هي أفحل من المعلقات السبع. قال: وهي قصيدة عظيمة بليغة جدا. ده ابن كثير في البداية والنهاية. لا يستطيع أن يقولها إلا من نسبت إليه، لأنه في ناس شككوا في نسبة القصيدة لقائلها. قال: لا يستطيع أن يقولها إلا من نسبت إليه، لأن أبا طالب كان فصيحا وكان يسمى بسيد مكة لما عنده من الفصاحة البالغة. قال: لا يستطيع أن يقولها إلا من نسبت إليه، وهي أفحل من المعلقات السبع. معلقات السبع كمعلق الزهير وعمرو بن كلثوم وغيرهم، معلقات السبع كانوا معلقوها في الكعبة لشرف هذه القصائد. ابن كثير قال: وهذه أفحل وأبلغ في تأدية المعنى، أي المقصود. وبعدين لما تشوف القصيدة بتعرف فحولة هذه القصيدة. طيب، ثالثا
شاعر القصيدة. الشاعر هو أبو طالب، وهذه كنيته على ابنه الأكبر اسمه طالب، وعنده ولده الثاني عقيل، والثالث جعفر، والرابع علي، وهو أصغرهم وخيرهم. رضي الله عن علي وعقيل وجعفر ممن أسلموا. أما طالب فمات مشركا كأبيه، وله من البنات أم هاني وجمانة، واسمه أبو طالب اسمه عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم. وقد أدرك الإسلام من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، كما قال ابن حجر في الفتح: مسلمان وكافران، فأما الكافران فعبد العزى أبو لهب، وعبد مناف عبد مناف ده أبو طالب. وقال ابن حجر: ومن الموافقات أن الكافرين معبدين لغير الله، عبد مناف وابنه وعبد العزة عبيد لغير الله، قال من أسماء ذاته كفار الاثنين. وأما المسلمان فهما عباس وحمزة. فأبو طالب كان سيد البطحاء وشيخ قريش ورئيس مكة، وعادت إليه الكفالة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جد رسول الله عبد المطلب. بعد ما مات عادت له الكفالة، فكفل النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه دفاعا شديدا. واختلف في إسلامهم، ذهب بعض الشيعة وطوائف من أهل البدع إلى أنه مات مسلما، وبعضهم يقول لك قال الشهادة وسمع العباس في آخر حياته، والصحيح أنه مات مشركا، مات على دين أبائه كما سيتبين من القصيدة. طيب، مناسبة هذه القصيدة أحداث عجيبة جدا، كده نسوق بالراحة كده بالداري. في أوائل العهد المكي، بعدما أسلم من أسلم من الصحابة، اشتدد عليهم قريش بالعذاب وبالأذى، وضيقت عليهم ضيق شديد من آمن من الصحابة، ومن كان مولى عذب، حتى إن بلال كان يجر في بطحاء مكة بالأرض، وكان يوم من الأيام بيحكي ويقول: كنت أجر في بطحاء مكة، فقال له خباب: لقد أوقدوا النار على ظهري حتى أطفأها الودك. بالله يشوف العناد كيف يعذبهم عذاب شديد. مر أبو جهل على سمية بنت الخياط وزوجها ياسر وابنها عمار وهم يعذبون، فضربها بحربة في فرجها فقتلها، أبو جهل اللعين، والعذاب اشتد عليهم. قال ابن القيم في زاد المعاد: حتى فتن من فتن، ويقال له: اللات والعزى إلهك؟ فيقول: نعم. من شدة العذاب عذبهم عذاب شديد. قال ابن القيم: وكان أبو بكر رضي الله عنه الصديق يمر على من يعذب، يجي ماشي في ناس بيعذبوا فيهم، قال: فيشتري ويعتق، وأعتق النهدية وابنتها
وأعتق بلالاً وأعتق جماعة، بس بيشتري وبيعتق، لحد ما أبوه قال له، قال له أنت يا أخي اشتري الناس اللي عندهم مكانة وعندهم قوة عشان يدافعوا عنك. قال له إني أعلم ما أفعل، اشتري الضعفاء. لحد ما يوم استفزه أمية ابن خلف، لما جاء اشتري بلال طبعا كان غلام أمية، فاشتراه بمبلغ كبير جدا. فأمية قال له لو أعطيتنا أقل من هذا لبعناكه، كان تجيب شوية بنديك له. قال ولو طلبتم أعلى من هذا لأعطيتكم، عشان يعرفوا قيمة بلال. اشترى أبو بكر الصديق وأعتق، فاشتد على الصحابة الأذى والعذاب وكانوا مستضعفين. فجرى حدث مهم، أسلم رجلان في وقت الشدة دي، الأول حمزة والثاني عمر، وبينات أيام، قالوا يومين وقالوا أسبوع، المهم بينات أيام بسيطة جدا. والاثنين دول لما أسلموا، أسلموا في مواقف عظيمة جدا. حمزة دخل ولقى قريش في أنديتهم، وبني مخزوم معهم زعيم أبو جهل من بني مخزوم، وقد أساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل عليه حمزة مغضب، وكان يسمى بفتى مكة الشجاع. أول ما دخل عليه قال أنت يا مصفر رأستك. قال الجوهري في الصحاح، كتاب الصحاح، قال معناها الرجل الضراط كثير الضراط. أتخيل ده سيد بني مخزوم والعامل فيها سيد مكة، قال له أنت يا مصفر رأستك أتشتم محمدا وأنا على ديني، وهو ما على دينه الوقت ذاك ولا أي حاجة، لكن قالها حمية. فشجه في راسي، ضربوا بقوس شايله، ضربوا في راسه حتى سال الدم، وقال له رد علي إن استطعت. أكل راجل يقول كلمة واحدة. فهاج بنو مخزوم وهاج بنو هاشم. أبو جهل بيشير كده ذول ذكي، قال دعوا أبا عمارة خلوه، ما في ذول يسأل، إني قد سببت ابن أخيه سبا منكرا خلوه. وحمزة طوالي أسلم من دي، حتى بقى براجع في نفسه. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بثبات القلب، فثبت على الإسلام. بعد بأيام عمر بن الخطاب دخل على أخته فاطمة، فلقاهم بيقروا في سورة طه. قال أول ما دخل من القرآن في قلبي قوله تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. أول ما سمع الآية دي خلاص طوالي مشى للنبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ومعه الصحابة، واحد نظر من الباب قالوا من بالباب؟ قالوا حمزة، قالوا عمر، وعمر عمره 26 سنة وكان ذا شكيمة لا يراعي ما خلفه ولا ما أمامه، ما خايف من زول وقوي. انت عارف شوف الزول لو بيقى قوي في جسمه وما خايف من اي زول، زول بيقدر عليه ثاني ما في. زول قوي في جسمه وما بخاف من اي زول. لما انطرق الباب حمزه قال لهم، لانه شاف في ضجه بين الصحابه، قال لهم افتحوا له الباب، ان اراد خيرا وجده فينا، وان اراد شرا قتلناه بسيفه. السيف الشايل ضمن قتله به. النبي صلى الله عليه وسلم قال له خلوه بفتح الباب انا. اول ما فتح الباب محمد عبد الوهاب جاب روايه قال فاخذ عمر الخطاب بيحكي براو،
قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمجامع ثوبي، قال وهزني حتى بركت على ركبتي، هز خط في الأرض مع قوتي دي كلها كويس. قال له أما أنا لك يا ابن الخطاب؟ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عمر بيحكي قال فكبر الناس تكبيرة سمعوها في المسجد من بيت الأرقم ابن أبي الأرقم، سمعوها هناك الناس في المسجد وطوالي من وقت ذاك. شوف القوة دي كيف. قال لهم من أكثر قريش نقلا للحديث، أكثر جوال وصوات في قريش منه؟ قالوا جميل ابن معمر، لعله الحميري ولا حاجة كده، جميل ابن معمر اسمه. فقال طوالي ما شالوه. قال أما علمت يا جميل أني أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال فما تركه أكمل كلامه، ما خليتم كلامه ذاته. فانطلق يجر رداءه، هدومه ذاته جاري أجر، وانطلق في نوادي قريش. قال لغصبها عمر، ابن عمر بيحكي في القصة قال وأبي خلفه، عمر ماشي وراه، وذاك يقول لهم صبع عمر، يقول لهم كذب بل أسلمت، أنا ما صبعت بل أسلمت. وبعد ذاك يتلموا فيه نوادي قريش. ابن عمر قال يضربهم ويضربونه حتى ارتفعت الشمس، شكله مدورة نص يوم، نص يوم شكله مدورة. بعد ذاك قال لهم والله لو كنا 300 بس 300 لجاردناكم عليها، إما أن تتركوها أو نتركها، والله بس يا تخلوها يا نخليها نحن، ما في حل أصله. لما أسلم عمر وأسلم حمزة قالت قريش لقد عز محمد وامتنع. تاني بسأل أمه، أيوة المستضعفين من المؤمنين هاجروا إلى الحبشة ولقوا فيها النجاشي رجل عادل منصف. شو تعرف؟ شفت القصة اللي حصلت الليلة دي؟ من زمان في زيها. قاموا رسلوا له اثنين من كفار قريش أنا ذاك للنجاشي، قالوا له شوف الفتن كيف، قالوا الصحابة جو عندك دار رجعوا لنا، فهؤلاء يقولون في عيسى قولا منكرا، لأن النجاشي كان نصرانيا من مؤمني أهل الكتاب. شوف الفتن كيف. ده ذكرني واحد أكان من أخواننا قريب ده بتاع رغية، ده جاء واحد من أخواننا بدلوا في الجامع مشى حرش الصوفية، قال له نمشي بتاع الدعوة مسؤول الدعوة، قولوا له الزول ده بيتكلم في السمانية، رأيكم شنو؟ ما يا هزادة؟ قالوا له هؤلاء يقولون في عيسى قولا منكرا. طوال النجاشي دعاهم وهو زي ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم لا يظلم عنده أحد، دعاهم طوالي، والبطارقة القاعدين معاهم طبعا ما رجعوهم ديلك، جايين من مكة شايلين ربع، رجعوا البطارقة بتاعينهم، البطارقة قالوا لا بد تطردهم ديل، ما دجع عنين سايدة قالوا تطردهم بس يعني ادوهم قروش. النجاشي قال لهم ادعوهم، بعد ما جو استأذنوا فدخلوا على النجاشي، قال ما تقولون في عيسى؟ فقرأ عليه جعفر ابن أبي طالب الآيات الأولى من سورة مريم، بس قرأ القرآن والنجاشي مطأطي راسه وشال العود من كتفه في الأرض. بعد ذلك قال لهم والله ما زاد هذا على ما في التوراة مثل هذا ولا نقص،
الله يقلون ده هو اللي عندنا زاد كويس. وقال لي الجماعة جايبين القروش والهدايا، قال لهم شيلوا امشوا، لو أعطيتموني دبرا من ذهب جبل ما أسلمتهم إليكم، أمشوا. قال ابن القيم فرجعا خائبين، وقال للصحابة اذهبوا فأنتم في بلدي سيوم. سيوم دي بلغتهم يعني أنتم أحرار اللسان، قولوا الدار تقولوا أقعدوا أشتغلوا أحرار اللسان، أمشي تكلموا زي ما دايرين. شوف الأحداث دي كانت لها تأثير في الوضع في مكة، أثرت على الوضع في مكة. لما لقوا أنه في منعة هناك ومنعة جوا في مكة، وأبو طالب قائم على النبي صلى الله عليه وسلم يحميه، جاءت قريش إلى أبي طالب قالوا إن ابن أخيك سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فأنت على ما نحن عليه من خلاف محمد، أنت زينا. وده من شواهد إن أبو طالب ما مسلم، قول له أنت زينا على خلاف محمد. فأبو طالب ردهم ردا جميلا، قال لهم كلام كده، المهم مشاهم. بعدين جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي لا تكلفني ما لا أطيق، وهون علي وعلى نفسك. ما ممكن، أنا ما بقدر على الكلام ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض، عشان تعرف إنه التوحيد ده مجاملة ما فيه، أصو ما في تنازل. شوف بالله المحنة دي كيف، الناس قال لها يعادونا وديل أهلنا. النبي صلى الله عليه وسلم رفض. فبعد ذاك أبو طالب قال له والله لن يصل إليك بجمعي حتى أوسد في التراب دفينا. قال له فانفذ لأمرك ما عليك مخافة وابشر وقر بذاك منه عيونا. أبشر، قال له أنا بحميك كويس. طوال قريش اجتمعت، ده ترتيب الأحداث يا أخوانا. قريش اجتمعت وقالوا ما دام أبو طالب بيحمي محمد نحن لابد نتواثق على وثيقة نجتمع عليها كلنا. الوثيقة بتاعتهم قاموا كتبوا صحيفة، وشان يعظموا الصحيفة دي علقوها في بطن الكعبة فوق في سقف الكعبة، وقالوا كتب واحد اسمه النضر بن الحارث، وقيل منصور بن عكرمة، وقيل بغيض ابن عامر، وده اللي رجح ابن القيم. وعلى أي حال الكتب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه فشلت يمينه. الصحيفة جوا فيها شنو؟ مقاطعة بني هاشم، لا يناكحوهم ولا ينكحوا إليهم ولا يبايعوهم ولا يقطعوا منهم، مقاطعة تامة. بل الواحد منهم لو لقى فيتي ميرة بايعنا في السوق أكل بايعنه بيمشي بيشتري عشان بنو هاشم ما يشتري، مقاطعة تامة. وعلقوها في بطن الكعبة وما هو في واحد يتجرأ يخالفها، لحد ما ذكر إنه أبو البختري أو حكيم ابن حزام ابن خويلد
طبعا عمته خديجة بنت خويلد شايل في البعير بتاعه معه الغلام ميرة طعام ومرسله لعمته في شعب بني هاشم. شعب بني هاشم الشعب دي المساكن، وهي زي بطن الوادي كده، زي البطن بتاع الوادي بين الجبلين. دي ما بيوتهم الأصلية، لا دي زي المزارع حقتهم. فقعدوا فيها كلهم بنو هاشم. المؤمن مناصرة لإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم، والكافر حمية، كلهم هناك بني المطلب وبني هاشم. كويس. فحكيم بن حزام لما مرسله لقاه ابو جهل، قال له دار تعمل شنو؟ دار ترسل؟ قال له اكل لبني هاشم؟ انت ما بتحترم؟ قال الوثائق بتاعتنا المعلقينها في الكعبه دي. قال له لا افضحنك في قريش. فطوالي مر عليه ابو البختري ابن هشام، ده من سادات مكه. قال له ما لك والرجل ذاك؟ ذاته زعل، لانه اصلا بعد شوي حيجينا ابو البختري ده من الناس اللي عنده الراي في الصحيفه ذاتها. زعل منه، قال له يا اخي ده شنو بتعمله انت ده؟ خليه يا اخي، زول مرسل لكن لعمته خليه. لحد قال ما اشتدت بيناتهم الخصومه، وابو جهل ضرب ده وده ضربه، وفي النهايه حكيم بن حزام رسل لك. المهم شده الحصار، 3 سنوات من الحصار. بالله يا اخواننا شوفوا الشغلانه دي كان فيها طريقه مجامله. 3 سنة دي مش كان يلقى فرق يقولون يا اخواننا عملا بنصوص التمييع، عملا باي نصوص في قوه شويه ميعوها طريقه التمييع ما في ذاته. 3 سنة حصار يا اخي. قالوا في من اهل مكه الواحد اللي فيه مروه شويه بيقوم بيشيل بعير وشايل فيه اكل ويفكه كده يخليه يخش براه البعير، هو ما يقدر يمشي. اكل ما يخلوه يخش ولا بيع. بعد ذاك حدث امر عجيب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا اوحى له انه الصحيفه المعلقه دي الارض اكلتها. اكلت ما فيها من غدر وخيانه وما بقي الا اسم الله. او العكس، اكلت اسم الله وما بقي الا الغدر والخيانه. فطوالي في الوقت ذاك كلم عمه ابا طالب، قال له الحصل كذا وكذا. ابو طالب طوالي مشى في مجموعه من بني المطلب ومشوا لقريش وهم مجتمعين في انديتهم حوالين الكعبه. فقال لهم هاتوا صحيفتكم لعله ان يحصل بيننا وبينكم امر نصف، يعني حل وسط بيناتنا. فذلك فرحوا قالوا خلاص الشغلانه دي انفرجت ونازل رضوا يسلمون محمد نقتل. كويس. فابو طالب ما داري يقول لهم الخبر اللي حصل، لما يجيبوا الصحيفه يخطوها قدامهم. اول ما نزلوا الصحيفه وجابوها قبل ما يفتحوها قال لهم ان ابن اخي قد اخبرني ولم يكذبني. ما بيكذب. شوف بالله يا اخواننا، وده حيلاقينا في القصيده كثيره، جراه ابي طالب في نصره الدين. قال كلمات الوقت ده ما زال بيقدر يقولها. قال لهم ولم يكذبني، ما كذاب. اها. قال لهم ان الارض قد لحست غدركم وخيانتكم وقطيعتكم للرحم الموجوده في الصحيفه ولم يبقى الا اسم الله، وافتحوا الصحيفه ان شئتم. فلما فتحوها وجدوا الامر كما قال. دي نبوه واضحه ولا ما واضحه؟ عشان كده ابو طالب كان من قصائده غير اللاميه. قال لهم الا ابلغا عنا على ذات بيننا لؤيا وخصام لؤي بني كعب، الم يعلموا انا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في اول الكتب، وان عليه في العباد محبه
ولا خير ممن خصه الله بالحب، وأن الذي ألصقتم في كتابكم الصحيفة اللي كتبتوها كائن عليكم نحسا، ده بينحسكم كراغية السقف. راغية السقف دي الناقة بتاعت ثمود، قال لهم السويتوا ده بنحسكم زي النحسة اللي جات لثمود لما قتلوا الناقة. أفيقوا أفيقوا قبل أن يحفر الثرى ويصبح من لم يجن ذنبا كذي الذنب، ولا تتبعوا أمر الوشاة وتقطعوا أواصرنا من بعد المحبة والقرب، وتستجلبوا حربا عوانا، وربما عليكم أمر ممن ذاق كرب الحرب، إلى آخر الأبيات. قصيدة طويلة. ده كله قالوا لهم، تعرف أول ما شافوا الكلام ده قالوا هذا من سحر محمد. شوف الناس ذي المساخيت كيف، شوفوا من لا مناعيل كيف ذي. يا أخي الصحيفة عندكم انتوا وقاعدة في الكعبة وانتوا حوالين الكعبة، يجوا يلقوا الصحيفة الغدر والخيانة ما فيها وفيها اسم الله ويكلمكم بها وهو قاعد هناك في الشعب، زي تقولوا ده من السحر؟ قالوا وعادوا إلى أشد ما كانوا عليه من العداوة، بوقع من الأول. فأبو طالب في البكي الداك وهو راجع خاف من دهماء العرب أن يؤذوه ويؤذوا بني عبد المطلب اللي معاه، فقال هذه القصيدة اللي هي القدامنا اللامية، يتودد فيها سادات مكة ويستعيذ ويلتجئ بحرمات البيت والكعبة، ويذكر فيها ما بينهم من المودة، ويتلطف فيها الكبراء، ويثبت فيها أهم معلومة، أنه ليس بمسلم محمدا، ما حيسلم. فأول القصيدة ابن هشام بيقول في بيتين قبالة، خليلي ما أذني لأول عادل بصغواء في حق ولا عند باطلي، خليلي إن الرأس إن الرأي ليس بشركة ولا نهنه عند الأمور البلابل، ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزايل، وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل، صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عضب من تراث المقاول، وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي وأمسكت من أثوابه بالوصائل، قياما مع مستقبلين رتاجه لدى حيث يقضي حلفه كل نافل، وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمفضى السيول من إساف ونائل، موسمة الأعضاد أو قصراتها مخيسة بين السديس وبازل، ترى الودع فيها والرخام وزينة بأعناقها معقودة كالعتاكل، أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل، ومن كاشح يسعى لنا بمعيبة، ومن ملحق في الدين ما لم نحاول، وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه، وراق لبر في حراء ونازل، وبالبيت حق البيت من بطن مكة، وبالله إن الله ليس بغافل، وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل، وموطي إبراهيم في الصخر رضبة على قدميه حافيا غير ناعل، وأشواط بين المروتين إلى الصفا وما فيهما من صورة وتماثل، وأشواط بين المروتين إلى الصفا وما فيهما من صورة وتماثل، ومن حج بيت الله من كل راكب ومن كل ذي نذر ومن كل راجل، وبالمشعر الأقصى إذا عمدوا له إلال إلى مفض الشراج القوابل، وتوقافهم عند الحصاب عشية يقيمون بالأيدي صدور الرواحل، وليلة جمع والمنازل من منى وهل فوقها من صورة ومنازل، وجمع إذا ما المقربات أجزنه سراعا كما يخرجن من وقع وابل، وبالجمرة الكبرى إذا صمدوا لها يؤمون قذفا رأسها بالجنادل، وكندة إذ هم بالحصاب عشية أجيزوا بهم حجاج بكر بن وائل، حليفان شدا عقد ما احتلفا له وردا عليه عاقبات الوصائل، وحطمهم سمر الصفاح وسرحه وشبرقه واخذ النعام الجوافل،
فهل بعد هذا من معاذ لعائد؟ وهل من معيد يتقي الله عادل؟ يطاع بنا العدى وودوا لو أننا تسد بنا أبواب ترك وكابل وكابل. كذبتم وبيت الله نترك مكة ونضعن إلا أمركم في بلابل. كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نطاع دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل. وحتى نرى ذا الدغن يركب ردعه من الطعن فعل الأنكب المتحامل. وإنا لعمر الله إن جد ما أرى لتلتبسا أسيافنا بالأماثل. بكفيفة مثل الشهاب سميدع أخي ثقة حامل حقيقة باسل. شهورا وأياما وحولا مجرما علينا وتأتي حجة بعد قابل. وما ترك قوم لا أبا لك سيدا يحوط الذمار غير ذرب مواكل. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. يلوذ به الهلاف من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضل. لعمري لقد أجرى أسيد وبكره إلى بغضنا وجزآنا لآكل. وعثمان لم يربى علينا وقنفذ ولكن أطاع أمر تلك القبائل. أطاع أبي وابن عبد يغوثهم ولم يرقبا فينا مقالة قائل. كما قد لقينا من سبيع ونوفل وكل تولى معرضا لم يجامل. فإن يلقيا أو يمكن الله منهما نكلهما صاعا بصاع المكايل. وذاك أبو عمرو أبا غير بغضنا ليضعننا في أهل شاء وجامل. يناجي بنا في كل ممس ومصبح فناجي أبا عمرو بنا ثم خاتل. ويؤلي لنا بالله ما إن يغشنا بلى قد رأينا جهرة غير حائل. أضاق عليه بغضنا كل تلعة من الأرض بين أخشب فمجادل. وسائل أبا الوليد ماذا حبوتنا بسعيك فينا معرضا كالمخاتل. وكنت امرأ ممن يعاش برأيه ورحمته فينا ولست بجاهل. فعذبة لا تسمع بنا قول كاشح حسود كذوب مبغض ذي دغاول. ومر أبو سفيان عني معرضا كما مر قيل من عظام المقاول. يفر إلى نجد وبرد مياهه يفر إلى نجد وبرد مياهه ويزعم أني لست عنكم بغافل. ويخبرنا فعل المناصح أنه شفيق ويخفي عارمات الدواخل. أمطعم لم أخذلك في يوم نجدة ولا معظم عند الأمور البلابل. ولا يوم خصم إذ أتوك ألدة ولي جدل من الخصوم المساجل. أمطعم إن القوم ساموك خطة وإني متى أوكل فلست بوائل. جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجل. بميزان قص لا يخيص شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل. لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف غيظا بنا والغياطل. ونحن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصي في الخصوم الأوائل. وآل قصي في الخطوب الأوائل. وسهم ومخزوم تمالوا وألبوا علينا العدا من كل طمل وخابل. فعبد مناف أنتم خير قومكم فلا تشركوا في أمركم كل واغل. لعمري لقد وهنتم وعجزتم وجئتم بأمر مخطئ للمفاصل. وكنتم حديثا حب غدر وأنتم الآن حطاب أغدر ومراجل. ليهني بني عبد مناف عقوقنا وخذلاننا وتركنا في المعاقل. فإنكم قوما نتئر ما صنعتم وتحتلبوها لقحة غير باهل. وصائط كانت في لؤي بن غالب نفاهم إلينا كل صقر حلاحل. ورهط نفيل شر من وطئ الحصى وألأم حاف من معد وناعل. فأبلغ قصيا أن سينشر أمرنا وبشر قصيا بعدنا بالتخاذل. ولو طرغت ليلا قصيا عظيمة إذا ما لجانا دونهم في المداخل. ولو صدقوا صبرا خلال بيوتهم لكنا أسا عند النساء المطافل. وكل صديق وابن أخت نعده لعمري وجدنا غبه غير طائل. سوى أن رهطا من كلاب ابن مرة براء إلينا من معقة خاذل. وهنا لهم حتى تبدد جمعهم ويحصر عنا كل باغ وجاهل. وكان لنا حوض الصغاية فيهم ونحن الهدى من غالب والكواهل. شباب من المطيبين وهاشم كبيض السيوف بين أيدي الصياغل. فما أدركوا ذحلا ولا سفكوا دما ولا حالفوا إلا شرار القبائل. بضرب ترى الفتيان فيه كأنهم ضواري أسود فوق لحم الخرادل. بني أمة محبوبة هندكية بني جمح عبيد قيس بن عاقل. ولكننا نسل كرام لسادة بهم نعي الأقوام عند البواطل. ونعم ابن أخت القوم غير مكذب زهير حساما مفردا من حمائل. أشم من الشم البهاليل ينتمي إلى حسب في حومة المجد فاضل. لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته دعب المحب المواصل. فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها وزينا لمن والاه رب المشاكل. فمن مثله في الناس أي مؤمل إذا قاسه الحكام عند التفاضل. حليم رشيد عادل غير طائش
يوالي إلها ليس عنه بغافل. فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. فأصبح فينا أحمد في أرومة تقصر عنه سورة المتطاول. حدبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل. فأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير باطل. رجال كرام غير ميل إنما هم إلى الخير آباء كرام المحاصل. فإن تك كعب من لؤي صغيبة فلا بد يوما مرة من تزايل. دي ما صح منها عند ابن هشام.